كان غير شكل يعطي موعد لست بده مثلا يرتبط فيها او شيء يلاقوه مش موجود، بس حب ورده طبعا اكيد ست عظيمه وتجوزها بليغ. بعدين كنا سهرانين سهره وطلع استاذ بديع سرباي الله يرحمه طلع لنا بشغله، قال هيك هيك كان بده يتجوزك بليغ، كان طلق ورده، يلا الليله بنعملكم كتب كتاب ومدري شو. فاجا كتب على ورقه، نحن وقاعدين هيك عم نتولدن ورقه سوجير يعني، وهيك انه انا تجوزته. واستاذ بديع نشر هالخبريه انه خبريه جديده وكان ما في منها شيء. فقمت لك هالجرايد علي الله الله، والنقاب اشتكت علي انه عيب هيدا الزواج مش ولدني، وبتتجوزوا ليلي وتاني ليلي لا، ما انه لا زواج ولا شيء. فهلكوني قد ما كتبوا عني، هشلوني. يا ريت الزواج يكون ولدني كان عال. بدي اسالك باخر مرحله من بعد اسفارك والى اخره، وين سكنتي؟ بعد هيك طبعا الانسان مفروض وطنه قبل كل شيء، حبيت ابني بنايه هون، وكنت انا شفت يوسف بيدس الله يرحمه بمصر، وكان معه شريك بالبنك هو صديق كثير كان شريكه، فقالوا لي ليش ما بتبني بنايه؟ شو انت بدك تضلي تشتغلي؟ انا قال لي يوسف بيدس انا بساعدك بعطيكي فلوس وانت بتكملي هالبنايه. قلت له يا ريت وحياتك، انا بدي لازم انستر، الفنان معتر باخر حياته هيك. فجيت لعنده وما كان معي غير حق الارض 80,000 ليره لبناني، اخذت هالتله والحمد لله اني اخذتها ولا قرش لابني. فهو اعطاني سلفه، واكيد حكيت اني بعت صيغتي وبعت حالي والدنيا كلها. نحن بنعرف انه كثير تلبكتي بعمار واثناء البناء طبعا رح صوتي، بس مثل ما بيقولوا قرش العمار هين. برافو. ووجهك راضي انت، سبحان خلقك بجيب الرزقه منها لحالها. وكان لازم اوفي هالديون بكذا سنه، عرفت كيف؟ انا وفيتهم بسرعه بصراحة يعني، ما بطيق الدين علي، والله فتح بوجهي وصرت الحمد لله أوفي. ودائما اطلع بناتي هيك اقول يا الله يا ريتني يا ريتني مش مديون علي. اقول لكم بحقق حلمي وبدفع هالفلوس وبتصير البناية إلي، ولما علق الحرب قلت يا ريتني عملتها بدوليب لك الرجل وما بده. صرت مستفقة للبناية. يعني ما عملتيها بدوليب لتضلي حدنا. لأن نحن ربحناك هاي. وطبعا قد ما أنا مؤمنة هالبناية ما انصابت والحمد لله يا رب إلا الأمين. من كل بد الله حميها مثل ما الله حميكي، الله يعطيك الصحة والعمر الطويل. سبوحة، سمعنا إنه عملتي تدشين للبناية وحفلة كبيرة، مأكد لما صباح بتعمل حفلة، يعني الحفلة بتكون على قد المقام. فيكي تخبرينا شوية عن الحفلة وعن ضيوف الحفلة لطفي؟ لأنه يعني الحقيقة الحفلة مش إنه حبيت أعزم الناس اللي أنا بحبهم، فبس وفيت الديون كلها قلت بدي أعمل حفلة، كانوا أهلي وكان أستاذ بديع سرباي وعائلته، وكنت مبسوطة إنهم هن جايين، لأنه كان أستاذ بديع جنبي بكل الأوقات العصيبة والمنيحة. فعزمتهم وإجوا جايبين معهم مغترب، فقلت له بدي عملت له هيك، قال لي اتجو حمود مغترب، وحبينا إنه نعرفك عليه ونعزمه معنا. Thank you.
اهلا بيكي بمشوار حياتي. اهلا بيكي انت يا قمر. انت عارفه انه مشوار حياتي يعني من غيرك ما ينفعش. اولا مشوارك يا صبوحه يا شحر.